أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في إمام الرسم ولديه وكيل يصلي معه جميع الفروض، فإذا حضر الإمام صلى وإن لم يحضر صلى عنه الوكيل، ما الحكم إذا أراد الإمام الرسم أن يذهب إلى الحرم لكي يصلي صلاة الفجر مثلا ويصلي عنه الوكيل في المسجد؟ إذا كان الوكيل وكيلا رسميا من قبل الأوقاف شؤون المساجد، يعني المسجد له إمامان، إمام أصلي وإمام نائب عنه، فلا بأس بذلك، يتناوبان على الإمامة، فالأولى أن الإمام الأصلي يجعل له أوقاتا خاصة ويجعل للنائب أوقاتا خاصة، وكل يعرف وقته وكل يستفيد من وقته في الذهاب إلى الحرم أو غيره. الواجب أنهم أن الإمام الأصلي والإمام النائب عنه أنهم يتفقان على توزيع الحضور بينهم من أجل أن يستفيد كل منهم من وقته، وأيضا لا تضيع الإمامة بينهم،